بالجد والجهاد والكفاح، بحبنا لطلعة الصباح، نصيبنا النجاح، نصيبنا النجاح. اليوم هذا المنظر الذي يسر الناظرين، والله هذا كأنما ثلج على قلوبنا، لأنه هذه المناطق وهذه التجمعات تعيد الحشمة العراقية، تعيد الحشمة للمرة العراقية، وتعيد دينها وتحافظ على إسلامها وتحافظ على خلقها. بالعتبة العباسية نقول هذا من جهدهم ومن هذا عملهم ومن يقينهم، وجزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يحفظهم جميعا، ونقول لهم ونعاهدهم نبقى معهم جنودا أوفياء لخدمة هذا البلد ولخدمة هذا الدين والمذهب. والله الحمد لله، شكرا مبادرة كلش طيبة وكلش جميلة، يحتوون شبابنا وبناتنا، وهاي المبادرة يعني توعي بهم القضية الحسينية، القضية المهدوية إن شاء الله، كل فخر واعتزاز بهن، يعني تخرجوا من مكان عظيم عظيم كلش عظيم. طبعا مشاعر ما توصف، انه خلصت حياتها الاكاديميه وخلصت الكليه، ونتمنى انه التوفيق لها ولكل البنات اللي موجودات، والحمد لله وشكر على كل حال. كل الشكر للعتبه العباسيه على هذا الدعم، وطبعا هي سباقه ومو اول مره نشوف مبادرات من قبل العتبه انه تدعم الفئات التعليميه بكل الجامعات. سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن، حيث العراق لا فراق للسنا وطن، والأنبياء والأولياء والآي والسنن كل بنا. الشكر موصول للعتبة العباسية بجميع كوادرها، طبعا الفرحة ما تنوصف، واحد من بعدها تعب هاي السنين ويشوف النتاج مال تعبه ودراسة ابنه، يعني الحمد لله والشكر، هذا فخر لنا، وخاصة من طبون العتبة العباسية نفتخر أكثر. طبعا إحساس ومشاعر ما تنوصف بجوار سيدي أمير أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، وهذا فضل ودين بأعناقنا الأبي الفضل العباس، اللي الحمد لله والشكر هذا اليوم عندي بنتي تخرجت من كلية طب الأسنان جامعة العميد، اللي هي مسمات على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، فهذا الحمد لله والشكر هذا الشيء يعني مو غريب عن العتبة العباسية المتمثلة بإدارتها ومنتسبيها. هاي المبادرات الحمد لله اللي هي تشجع الطلاب وتعكس مدى الجهد اللي تبذله العتبة العباسية في سبيل خدمة الطلاب والارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة. حقيقة مشاعر لا توصف بين الحرمين، بين سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام وبين سيدي ومولاي الحسين عليه السلام، وهؤلاء الثلة من البنات وهن يتخرجن في هذا المكان المقدس، حقيقة واقعا هذا توفيق لهن، وأتمنى من الأخريات أن يأتين إلى هذا المكان ويحذون حذو هذه البنات إن شاء الله تعالى. إلى الذرى نسري على البرى وترسم الجراح على شبى الصفاح، نصيبنا النجاح، نصيبنا النجاح. طبعا أشعر بالبهجة والسرور لهذه المناسبة السعيدة، العتبة العباسية والعتبة الحسينية سباقة في هذه الأمور، وخصوصا في دعم الطلبة ورفد حياتهم بالنجاح والموفقية. أتمنى أن يكون مستقبل زاهر في ظل وحوزة وفي ظل العتبة الحسينية والعباسية، وأيضا في خدمة الوطن. والله يا أخويا المشاعر يعني ما تنوصف، يعني إحساس ما ينوصف، يعني جهد وتعب وعناء، وأحمد الله وأشكره يعني على هاي النعمة وهاي الفضيلة، وأشكر العتبة على هذا الاحتفال. سرنا وللآباء في مسيرنا هدى، كيما نكون أنجما تدور في المدى، فالعلم نور كم بها لساننا شدا، من زانه وصانه قد أحرز الندى.